دخول مدرسي موفق. اليوم واحد الاربعاء 21 اكتوبر من 7 هل انتم فرحانين بعودتكم الى المدرسه؟ نعم فرحانين فرحانين ولا بشيء؟ ها شكون فرحان بزاف؟ اذا كل صباح الساده كي تدخل هي غادي تجي الجامعه في الديره وحنا كذلك خلاص يعني هكا باش نعقموا الطاولات تاعنا ما يكونش فيها جرات. درنا تفويج، درنا تباعد في الساحه وفي القسم، الجلوس يكون على اليسار واللي يجي من بعدها على اليمين هكا، والقناع للطاقم الاداري، التلاميذ اولياء التلاميذ قمنا باعلامهم عن طريق اعلان وعن طريق وضع القائمات خارج في حائط المدرسة. شينا لهم الجال هذاك تاع التعقيم، شينا الليلان جات، وإن شاء الله نتمنى يكون دخول موفق، وإن شاء الله ما يكونش الدخول هذا يأثر على المستوى الدراسي إن شاء الله.